السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مباراة كأساسي لمحمد الصدق الندبشي بألوان الترجي هذا الموسم، أمن على الطاير قوية صدق الدبشي يؤكد كعبه العالي في التصدي من خلاله، كرة في وسط الميدان، خروج من صادق اللتوش بالكرة في اتجاه سند الخميسي، الصدق الدبشي جولة قبل الأخيرة الموسم الماضي أمام النادي رياض البنزرتي في استاد أحمية، كرة تعود من جانب اتحاد تاوين شاب الزغلامي، زغلامي لمسة ممتازة في اتجاه حسام اللواتي والصدق الدبشي، صدقي مع المدرب شكري البجاوي أول موسم في الرابطة المحترفة الأولى من التقدم، كرة من الجهة اليمنى، محاولة من جانب خالد الهمامي، عادت لمؤمن رحماني، تسديدة قوية، تسديدة ببراعة بمهارة، يتمكن صدقي معروفة إفريقيا بالمكشخة بالترجي، نجاحات كبيرة الدبشي في أول مباراة أساسي هذا الموسم، هذه الكرة التسديدة كانت قوية، الجامعة التونسية لكرة القدم أنها قامت بتأجيل كامل الحضور، كان رائعا من صدق الدبشي، كرة عادة للاتحاد يتقدم في هذه اللحظات، يحاول أن يؤدي بشكل أفضل، كرة مرفوعة لكن من جانب اتحاد تطوين طويلة من ثامر الصالحي، ثامر كرة في اتجاه رايد الفادع بالخطا خطيرة، صدق الدبشي، أوه ماذا فعل رايد الفادع، ماذا فعل رايد الفادع، هذه الكرة رايد الفادع ترك الكرة لحسام اللواتي ولا استحقاقات. هكذا مشاهدينا الكرام نأتي لنهاية الوصف والتعليق، نلتقي بإذن الله.